إلهي سبحانه وتعالى وحوري المسلمين تيدوا وجير كلي يعني وضد سكون حق كلب يعني سدى اسمه كلي ويان مركا ما دام يسدين مسلمين مؤمنين محسنين دد وناكسن أو إلهي كبقية دنبالك يجن مركو سو قارا إن شاء الله إن سدى وقول أخسها بضل إنه أجيب من إلهي كرجينا إلهي سبحانه وتعالى ولا لا يو ما أن ربنا ما أنت بريس يا معناها هوي أنا نجوهان ودقينا نفط هذا محايا لا قفل بي يعني بيت كيس وحضون وكو قبل الحمد لله وأنا كو قنع سني هاي ما أنت لكن ماشوا حسوك هاي كنت ولا لا يو دريم كرتان وواح برشو يبقى هذا أنا نقمنا إنه كم ذي سنة عرقة حدنا من مرقي سنين أو إلهي درت وأكو فرح سنة وايو إلهي عورا دولا بدن دون نجاك هذا ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج وما يدعي الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا إلهي أنا بلن قاضي وحمن أحسن والله وأنك فرح سنة كم حمن هؤن عملنا يعني ندك كل إذا نعم أنك وصينه حديا تتساء عملنا يعني والله إياك أقل بيقول معنا ده أن دبولين هاي إلهي سبحانه وتعالى قف قاضي وحك قاضي وحبوه بدلا محان مركا نقو يدي سنة ما أنت ولا الله يقوم حسنين تا إني نقرب استاغان وما أنت نقبهان أي عاومو إلهي سبحانه وتعالى يددك عاوية لكن نقنا عاومة قارا نبهان هاي ما دام أنه هاي دد أرق له وأباهن وحبرشو رفعت كوتسيقرين سنددك انتهى قباي وحبرشو أمران أنا الحمد لله أنا أرجل أنس أباب لي أنا قلت لك لين أنا وحبرنا دوسي وحفرنا اللي بدو كوني سجال يتبنكي بيش سجالات تدي يتبنكي جي ما أنت نوحن تيجان هاي اللي بدو كون كوب يلا اللي بعدين كبيش كوبات كوب اللي عطينا يتعانوا ملينا يا كا وحن لنا والله يا محسنين تملك استوي جو جنب إلى أن وحي النبي صلى الله عليه وسلم حديث حكولها لا يؤمن أحدكم متكين حتى يحب لنفسه ما يحب لأخي قفنا إيمان دبل جميل إلا وحنفت زلج عليه ولا الكل تعلاه هل كيت شو كان مانتي ولا لا يو محادنا لتعيشين واحد أولادنا لتعيشين من لتعيشين أنا جا الله أكبر محرتين يا دمالك المركون السوق على واحد بضن إلى هين النعمة ضن أنت يا ذنوك ليكم السوق فين والله إلى سبحانه وتعالى وقيبي إلى وحلاي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم يعني يمو إني سينا يعني أرجلاني وحاسي لكن هذا قرآن كمركا ضف فرصته قيرا ياكو قبل نساء ما أنت هدان ذاتك حبايسا ولا لك أيا هيا أنو ما أنت هدان قيرا سيدت بك هوا سيا أنو كنو ما هبت عنتو إيا وحا وحا نكد ذالني بلوا وحا برشد أيضا وحا إلهينا سبحانه وتعالى آيات قرآن كويري فليتنافس المتنافسون عدة ربتين وحبهن إيسا هاو سوطر تميلها إلهي لوجع إليه اللغو بحيو محايا إلي ولا الله أيان هذا الكين تبضان أدافيا إلي محانا دانيير حسوسيو إنما المؤمنون إخوة بإلهي سبحانه وتعالى يعني ولا المسلمين تدمان ولا لو مركا إنتا وحيني دار إنت النحريس له سد أولادنا أيوة محن كل ذي دت كنا ضد نيسان ولا لام حسنين ده دمالك يعني مركن يسوع جارو عرجين يا كويجو خير كبدنا إيه كسو جواب إلهي إنه نقدقو أنا قم بنا مش هذا أساسنا معنا عد قعدت نقول هاي سام مجرتو إلهي سبحانه وتعالى قم بنا نقول أقول عد كلام هاي إنه أي أمرك هري أنت ما قايقو ظاهر عبد الرحمن كامل أنا قو أكو هلا يا أفكا بهذا عرجنا فذك قبل كأوضل garahan ardada dhigata iskuulkan hadda aan fadhino ee albadr een waxaan walaalayaal waxaan idin ka codsanayna oo dhamaan ka codsanayna walaalaha iyaga muxsiniinta ah meel kasto ay joogan dalka gudhiisa iyo dalka dibadiisaba walaalayaal halka waxa fadhiyo walaalaha idin kamid ah oo araga naafka ah oo iyagu isku abaabulay inay iskood wax u bartaan aan ciidina xagga dab ka wadin oo ciidina ana isoo abaabulin ولا لا وادكتهن وحبرشاد وحيلها هاي دب بدن أيه الله مرا تدك أرق قباي باهي بدن دب بدن رفاد بدن أيه عمران أنا جو تاس أق أيان أبردني إن أسكي ألكها أفرنا جرجن أن كترنا يوا جربنا آذن وجربنا آذن جرجاس ونكرسنا كرنا كوكلا هذا وحلا نقوله يهاي مد كده تضرب بلاد العكتر دي ولا نقوله يهاي أهرب كردودي، قارئ السيرة يكرر كوانو كرسني أو قارئ أنو قان لين هاي موضوعنا، وان أبا هنهاي، ويوقف أرك قباي، إسكيبو سعدا لغيه سو كتجا أو حد عبر شو كدونتها، إنت دونتها هوجرتي،
anagu ma nihin dad noocaas oo kale ah. Hadda magaalada Buurima daafaheedan kala joognaa, waad garanaysaan ninka arkay Buurima inta ay baaxadeedu la eg tahay. Ardada nin iyo meel baa laga soo qaadaa, gaadhi baa kiraysan oo ka soo qaada oo isku keena. Gaadhigaasi dee ma aha gaadhi aan leenahay, waa gaadhi kiraysan. Transporti buu baahan, lacag buu baahan yahay, kharash buu baahan yahay. Waxaasoo dhanna ma anagu ma awoodi karno. Waxaan codsanaynaa markaa walaalayaal, dadka muxsiniinta ah, gaar ahaan dadka u dhashay gobolka Awdal, dee waxaan nahay walaalihiinoo idinka mid ah. Qoys kasta intayada meeshaa fadhidaayay, dee waxa weeyaan dad idinka mid ah ayaan nahay. Guryihiina ka soo baxay baan nahay, kuwa qurba qurba joogta iyo qaran joogta, aqoonyahanka, culimaauddiinka, dhammaan dadka caqliga leh ee caqliga u saaxiib ah. Waxaan leenahay walaalayaal, ganacsatada warbixii ilaahay idinku waajibiyey eed ula baxaysaan ilaahay dartii, dee halkii ay ku habboonayd weeye. Ninka ilaahay dartii waxaa mahadsanaya, ee ilaahay wax amaahinaya, ee akowntkii aakhiro wax ku ridanayay halkii ay ku habboonayd in lagu bixiyo ayaanu fadhinaa. Dadka aragga naafada ka ah iskoodisku abaabulay inay wax bartaan, anagu ma doonayno wax aan la tagno guryahayagii. Inta iyadaasi nin iyo guri buu ka soo baxaa, inkastoo da duruufuhu ay kala duwan yihiin oo qof walba duruuftiisu ay isaga ay saaran tahay, haddana inta iyadaasi midba guri buu ka soo baxaa, gurigaa waxbuu ku quutaa. Ma aha waxaan doonaynaa maanta waxaan guryahayagii la tagno, wax aan waxbarashadeeda ku sii wadanno oo ay noogu socoto ayaan doonaynaa.